أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، يعني مشرك الزمن السابق كانوا يشركون في الرخاء، فإذا جاءت الشدة دعوا الله مخلصين له الدين. وذكر من قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أنه لما فر من مكة يوم الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دمه فهرب، فذهب إلى الشام أو قريبا منها، ثم ركب البحر. فلما ركب البحر جاءهم موج البحر، فقال بعضهم لبعض: دعوا ما كنتم تدعون قبل، وادعوا الله وحده الآن، فإنه لا ينجيكم الآن إلا الله. لأن المشركين في ذلك الزمان يشركون في الرخاء، فإذا جاءت الشدة لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، هكذا كانوا يدعون. فقال عكرمة يقول: فقلت في نفسي إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله، لله علي عهد، إن نجاني الله لأذهبن إلى محمد ولأضعن يدي في يده، يعني أسلم. وفعلا نجاه الله تبارك وتعالى وأسلم، ولما جاء فرح به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من سادات قريش، كان رجلا عاقلا وكان من قادة حروب فتح اليرموك، فتح الشام، معركة اليرموك، كان أحد قادتها عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، وشارك في حروب الردة ضد المرتدين. فالشرك إذن متفاوت بين الناس، بعضه أغلظ من بعض. مشركو زماننا حتى في الرخاء يشركون بالله تبارك وتعالى، وفي الشدة يشركون بالله تبارك وتعالى. وهذا قال، وهذه قالها ابن القيم، وقال محمد بن عبد الوهاب، ونحن نقولها اليوم، أنه يدعى غير الله تبارك وتعالى، ويستجار بغير الله تبارك وتعالى، ويستغاث بغير الله تبارك وتعالى، ويرجى غير الله تبارك وتعالى في الشدة والرخاء من بعض المشركين اليوم، بينما السابقون كانوا فقط في الشدة يعودون إلى الله، في الرخاء يشركون بالله تبارك وتعالى. فالشرك إذن حتى بين المشركين متفاوت، كما أن المشركين أنفسهم شركهم متفاوت. فالذي يكفر بالله ليس كالذي يقاتل المسلمين، أو الذي يحرض على قتال المسلمين، أو الذي يدعو إلى عبادة نفسه، فلا يقاس مثلا فرعون بأحد المشركين، ولا يقاس أبو جهل بأحد مشركي قريش، ولا يقاس النمرود بأحد المشركين في ذلك الزمان. فهناك مشرك مسالم، وهناك مشرك معادي، هناك مشرك يدعو إلى دينه ويفسد على الناس دينهم، هناك مشرك يعني يبني الكنائس ويحارب الإسلام، فهم متفاوتون. فكما أن الشرك متفاوت، المشركون كذلك متفاوتون، والله المستعان. نعم.